ديفيد إيهاب كان طالب أبليكيشن للترانيم بالكردات. سرشت له، أنا ما بقى يعني مش بستعمله، بس سرشت لقيت حاجة كده شكلها كويس وبعتها له، وهو مرجعليش، ما قاليش بقى حلو ولا وحش. فارجع يا عم ديفيد، الله يخليك، طمني، عشان لو حد طلب نفس الطلب يعني نساعد بعض. يعني انا مش هقعد اسطبه واجربه واشوفه في الترانيم وكورداته سليمه ولا لا وكده، انت ساعدني يعني. انت انا بعتهولك، رد بقى عليا وطمني كده ان انت تمام، ولا اشوف لك حاجه تانية احلى يعني. في حد اسمه ديفيد تاني، بس اكونت تاني غير ديفيد ايهاب، طلب ريتم غربي. وده حصل يعني. انا كده عامل فيديوهين يعني، يمكن الريكوست ده او الكومنت اللي هو كاتبه ده او السؤال كان من حوالي شهر او من 3 اسابيع، وانا في ال3 اسابيع دول كنت عامل اوريدي فيديوهين لارتام غربي. واحد اللي هو كان بكتمات اللي هو كده، والتاني اللي هو اللي هو ده من غير كتمات، وكان فيه ده قريب. هبقى اعمل واحد تالت اللي هو ده المفروض، لان انا ما اديتكوش حاجه بنكتم بيها بالايد كلها قبل كده، فانا عايز اعمل حاجه بتكتم بالايد كلها يعني. فدول ذاكرهم لحد ما اعمل التالت. بس كده في فيديوهين طوال لارتام غربي محترمه يعني، واحد بكتمه والتاني من غير كتمات. ديفيد إيهاب تاني كان طالب برضو بيسأل أفضل رتم لترنيمة عالي لفوق أنا رافع إيدي. ترنيمة صلاة قوي هيليق عليها كذا حاجة يعني، مثلا عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعيسي وسيدي وبعيسنا، ده يليق عليها اللي هو غربي بكتمات. في فيديو ليه اسمه غربي بكتمات، انا عامله قريب جدا من كام يوم. طيب هل ممكن يليق عليه شرقي؟ تعالوا نجرب. عالي لفوق انا رافع ايدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، هيليق برضو، مش هيقول لا، بس هو على حسب الحالة اللي انت بتصلي بيها. ممكن حد تاني يقول لك لا انا هصلي باربيج، لا 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 لا، أو عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي وبعزنا، برضه هيليق. فممكن يتلعب بكذا حاجة، ممكن مثلا يبقى كده عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، عالي. يليق عليه بصراحة كل الأرتام يعني، بس كل ما هديت الدنيا وقللت الدوشة جوه الريتم هيبقى أنسب، لأن هي صلاة جدا، هي ترنيمة صلاة. فأنت وتذوقك، احنا بنتكلم عن صلاة في مخدعك الشخصي، فما فيش مقادير يعني، انت والسنس بتاعك، وبعدين انت وحالتك يعني. في مرة ممكن ترنيمة تلاقيها بتهايبرها، وفي ترنيمة تانية في مرة تانية تعملها هادية خالص، وممكن في مرة ما تعملش مزيكا اصلا يعني، تلغي المزيكا وتلاقي نفسك عايز تعمل كده عالي لفوق انا، اللي هو كأنك درامر او كأنك راجل بتعمل ايقاع، وبتعمل ايقاع بس وخلاص، ما بتعملش حاجة تانية يعني. الاكونت بتاع يوزر بيقول لي ان انا ما بعملش غير كوردات بس، ينفع؟ بيقول ان انا ما بعملش سولو، ده يرضي ربنا؟ لا، ارجع للبلاي ليست اللي اسمها تعليم جيتار او تعليم ترنيم على الجيتار، تلاقي كميات مهولة من السولوهات والسلالم والحاجات. فانا رديت عليك، وهو كان طالب ترنيمه يعني، كان كاتب الكومنت على ترنيمه انا ما اقدرش اتحمل اللي انا كنت عاملها بتاعت الاخ ماهر فايز، وكان عايز السولو بتاعها يعني. فاحنا نجرب نعمل السولو بتاعها، وهي انا كنت عاملها ساعتها من الاي ماينر كابو 2، فانا هحاول اعملها له من نفس الطبقه اللي كانت في الفيديو عشان برضو تبقى الدنيا ايه متظبطه يعني. هي كانت ايه، انا ما اقدرش اتحمل حياه وانا مش في رضاك. تعالوا نشوف السولو بتاعها هيبقى عامل ازاي.
احنا حاطين الكابو في خانة اتنين من الوتر التالت من تحت، احنا شغالين من الوتر التالت من تحت اللي هو الجي، خانة رقم أربعة اللي هي فلما نيجي نعمل السولو الجزء اللي بعد كده بتاع يا دوب اتوب حطيت لك برضو الباترن جنبها بحيث الدنيا تبقى واضحة قدامك، ولو ليك اي طلبات تانية ابقى اكتبها. بس بص على البلاي ليست دي لان فيها حوالي 60 ترنيمة، فيهم حاجات كتير سولو بس اللي بشرح وكده هتلاقيهم هيلعبوا في رينج ال 10 15 فيديو يعني، خليك وراهم هتفهم الدنيا قوي، ولو حاجة عطلت قدامها ابعت لي برضو. طيب بابلو جون، ازاي اعزف بار كوردز؟ انا بعت لك طبعا الحلقه بتاعه البار كوردز، تعال انت رديت. بس بص يعني اقول لك على حاجه، اي حاجه في الدنيا بار مش بار سولو اوبن كوردز ايا كان، ممارسه ممارسه يعني. في الاول هتلاقي بعد دقيقه بالظبط كلوه ايدك من هنا بتوجعك والدنيا واقفه ومش عارف ايه من كتر ما بمارس، وما تتخانقش مع الجيتار يعني، ما تمسكش ما تشنكش نفسك قوي كده، لا على الهادي خالص عشان معدل التعب نأخره. مرة ورا التانية هتلاقي نفسك اتمكنت من الدنيا، فهي ممارسة. انت بتمسك البار بالصباع ده، ويا بنمسك بعد كده يا فورمة الـ A minor يا فورمة الـ E minor، يا إما الـ A minor يا إما الـ E minor، يعني الدنيا كده هتبقى واضحة. اعملها لك تاني، يا فورمة الـ A minor يا فورمة الـ E minor. فسهلة بس محتاجة مذاكرة، مش هقولك ان الدنيا يعني اول ما هتمسكها هتلاقي الدنيا سهلة، لا برضو هي فيها مجهود، فببذل المجهود هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك يعني. طيب اخر سؤال هنختم بيه من كارولين سمير، عايزة ترنيمة، عايزة ترنيمة في واحد بيحبك، عايزة لها ارتام مناسبة. الترنيمة دي انا بحبها جدا وكنت عملتها قبل كده يعني بالارتام يعني، فهي عايزة عملتها يعني بصوتي بريتم، بس هي عايزاها، هو انا تقريبا كنت عاملها ريتم، مش عارف انتي عايزه ايه يعني، كاتبه عايزه ارتام لواحد بيحبك، ماشي نجرب، هنجرب لها كذا ريتم. اوكي، في واحد بيحبك بيخبط على قلبك، خليه يملك عمرك وافتح قلبك ليه، كلمه تلقاه سمعك حاسس بيك وبضعفك، والخالق ربك شايلك جوعني. ده كده مقسوم شرقي، ولو مش عارف الريتم نفسه ارجع لحلقة المقسوم هتلاقي الدنيا سهل. الترنيمة دي تليق في اي حاجة يعني، انت لو عملتيها في واحد بيحبك بيخبط على قلبك، كان ليه يملك عمرك وافتح قلبك ليه، كلمه تلقاه سمعك، هتليق برضو لو عملتيها في واحد بيحبك بيخبط على قلبك، خليه يملك عمرك وافتح قلبك ليه. لو بتصليها وعملتيها أربيج مع انها ترنيمة اطفال هتبقى حلوة برضو يعني، لو في واحد بيحبك بيخبط على قلبك، خليه يملك عمرك وافتح قلبك ليه، تلقاه سمعك حاسس بيك وبضعفك، هو الخالق ربك شايلك جواني. مش عارف انا كده جاوبتك ولا لا، بس يعني انا حطيت لك كذا تصور ليها بالارتام. لو لسه محتاجاها في حاجه تاني او محتاجه حاجه وانا ما جاوبتكيش كويس، ارجعي لي برضو بسؤال وانا تحت امر حضرتك. ذاكروا الحاجات كويس وارجعوا لي باسئله تاني، ومستني منكم تعليقاتكم وكومنتاتكم اللي بتساعدني اكتر واكتر وتشجيعكم الدائم طبعا. لو عايزتوا اي حاجه ابعتوا واكتبوا، اسيبكم في رعايه المسيح،
سلام.